السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في شركة سي ام تريدينج. تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 4 وتقدمت في 2 منها، وخسرت البورصة العمانية 1.98% والبحرينية 0.45 والقطرية 0.41 والكويتية 0.1، بينما ارتفعت السوق الأردنية 0.79 والسعودية 0.41%. ورأى رئيس مجموعة صحارى أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن الأداء العام للبورصات العربية شهد تذبذبات واتجاهات متعاكسة كان لها الأثر الأكبر في كسر الكثير من الحواجز السعرية، وأضاف: لم تحمل التداولات أي جديد على صعيد صناع السوق أو تحركات للشراء المؤسسي أو صناديق الاستثمار، فيما لم يسجل أي جديد على حزم الحوافز الفنية، وذلك لدخول مستثمرين جدد. وحافظ مستوى التوترات الجيوسياسية على أثره السلبي السابق، ما أدى إلى رفع مستوى التخوف لدى المتعاملين في أسواق المال. وقال: استمر الضغط من تراجع مستوى السيولة المتداولة لدى البورصات، واجه عدد من البورصات تداولات شحيحة كان لها الأثر الأكبر في تراجع الأسهم كافة بما فيها القيادية، وباتت مسارات أسواق النفط وأسعاره غير بعيدة عن نتائج أداء البورصات وعلى أساس يومي، حيث ارتفعت حدة التذبذبات في نهاية جلسات التداول مع ترقب المتعاملين لما سيسفر عنه اجتماع منظمة أوبك. انضموا إلينا اليوم لشركة سي ام تريدينج في الرابط المرفق، وذلك لأجل زيادة أرباحكم من تقلبات وتطورات الأسواق العالمية.